كمل اخبارنا. ماشي، متشكرين يا كابتن سيد عبد الحفيظ. يوضح موعد عوده اللاعبين الدوليين، وقال ان هم هيرجعوا الى القاهره يوم الاربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب مصر. بيرسي تاو هيعود يوم الاربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب جنوب افريقيا، وعلي معلول يوم الخميس، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي. تدريبات فنيه واستشفائيه للاعبين، تدريبات قويه لحراسه المرمى. ديانج بينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق. محمد عبد المنعم يواصل التاهيل، واشعه جديده لعلي لطفي. زي ما حضراتكم شايفين التمرين الدنيا لطيفه وحلوه، ما تقلقوش من حاجه، ما تقلقوش من اي حاجه. النادي الاهلي كبير وسيظل كبيرا. كابتن سامي قمصان كبير وهيظل دائما سامي قمصان هو المدير الفني اللي احنا هنتكلم عنه خلال الفتره اللي جايه، المدير الفني اللي هيختار اللعيبه اللي هتلعب في مباراه ايسترن وما بعدها. كل الدعم للكابتن سامي قمصان. اشعه جديده لعلي لطفي، رابطه الانديه تعلن موعد قرعه نهائي كاس الرابطه رسميا. الحقيقه بمناسبه مصطفى شوبير وهو معدي قدامي، انا الحقيقه لانه مصطفى امبارح عمل مباراه حلوه، ومصطفى من اللاعبين المظلومين، وجهه نظري ان هو من اللاعبين المظلومين لان والده كابتن احمد شوبير. مصطفى لما بيبقى وحش بنقول ان هو وحش زيه زي اي حد احنا يعني، وجمهور الاهلي بالمناسبه بيتعامل مع مصطفى بهذا الشكل. مصطفى كويس، قولوا ان مصطفى كويس. مصطفى امبارح شفت جمهور الاهلي لما بيلاقي حد كويس مهما كان اللي بيتقال بيطلعوا السما. امبارح مصطفى، جمهور مصطفى شوبير، جمهور النادي الاهلي وداه السما لانه يستحق. شال ثلاث كرات صعبين جدا 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 في كرة القدم. لو جبت مدرب حراس وسألته هيقول لك عمل شغل كويس جدا، تحركاته، وقفته، كلامه مع اللاعبين، يستحق ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. فجمهور النادي الاهلي ما بياخدش من الكلام اللي بيحصل، ولكن بياخد بشيء واحد بس، المستوى في الملعب. هايل يا مصطفى، ربنا يكرمك وتكمل على كده، وان شاء الله علي لطفي يرجع ويبقى أحسن من الأول، إن شاء الله كمان الشناوي لما يعود بعد مباراة كوريا الجنوبية والكل بقى يبقى موجود والتلاحم يبقى موجود، هنلعب مباراة إيسترن كامبري من غير الدوليين، إن شاء الله بعد كده المباراة القادمة هنلعب بكل الدوليين علشان اللي هي مباراة الزمالك، إن شاء الله تبقى مباراة تليق باسم النادي الأهلي في هذه المباراة.